أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤيا مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه. يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل، ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ إلا ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه انتهى خلاص، انتهت المسألة. يبقى عرف أنها إيه؟ أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاء قاله رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع أنه بعدين قاله في المرة الايه برضو رجموا، وبرضو قاله في الايه في المرة الثالثة فايه فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع. ازدلف يعني ايه؟ ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدون، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان ركن النهائي بقى كده، ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف 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 وعرف، تبقى إيه؟ تبقى كلها عبودية مشتركة لله، عبودية مشتركة لله. الله يفتح عليك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة، اذكروا الله معناها اذكروا الله،